من أمام الصخرة المشرفة والباب الجنوبي. أنقل لكم أولا المزولة. وصورة للصخرة المشرفة. والآلاف المؤلفة من أبناء الشعب الفلسطيني اللي جاءوا اليوم لأداء فريضة صلاة الجمعة في الأقصى المبارك. فمن ساحات الأقصى المبارك عزة عبد القادر ينقلكم إلى هنا إلى القدس الشريف إلى الأقصى. بتطلع علي أرى الدكتور مصطفى والأستاذ محمد فواز. يا محمد أنا بصور فيك، أنت داير ظهرك إلي، أنت داير ظهرك إلي، أنا بقولكم تحت المزولة. آلاف مؤلفة من الشباب من الرجال والنساء جاءوا اليوم وتشاهدوهم على هذه الشاشة إن شاء الله. يا هلا أبو نضال، يا هلا، حياك الله، يا هلا بيكم، يا هلا فيك، هلا بيك، السلام، الله يسعد ان شاء الله. زيارة وقف الدكتور وتطلع هيك ما فيش، ومحمد تطلع هيك وما فيش، دار ظهره، دار ظهره محمد، طال التلفون قلت بده يحكي معي. يا محمد انا بصور فيك من ظهرك. كيف والله ندور لنا مكان ثاني نركز فيه. قديش في يعني بتقدر مجموع الرجال والنساء؟ مجموع إن شاء الله 100,000، يعني 100,000 أضعاف الإيمان. شو 100,000؟ أما شوف السنة شو 100,000 عندهم؟ طيب صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم. نرجع هناك أول شيء. نرجع عم مطرحنا. أبو ماهر. نعم. خلينا نشوف إن مكان فاي مرتب إن شاء الله ربنا. طيب يلا مش. تحت هالشجرات بنجرب هناك. يلا. إلا كذا بيبقى أقرب شوي. روح هناك يا أبو. هاي بتجي هالشمس بعد شوي يا أبو عمر. أبيهمش يا دكتور، أبيهمش، ما كل ما تتعذبوا طلعوا بيطلع لكم ثواب. بس شايف هاي الشماسة اللي حاطينهن صايرين بيوتيفول، بيوتيفول. شوف هالشادر اللي في قبة الصخرة. شفته، صورته ما شاء الله، ما شاء الله. هذا جايب عبد الله ايه وشو جابكم انتو؟ اخبارك؟ جينا نصلي يا ابو. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، ان شاء الله الله يتقبل. جابك جابنا، الله يتقبل، رب العالمين جابنا. هاي فرق إنقاذ لإنقاذ من يصاب في هذا المكان، بارك الله فيهم وفي همتهم. وماهر. ماهر. نعم. احتمال يوصل 500,000 إذا مش أكثر. إن شاء الله، أنا هوا ماني شايف أنا. يا عمي هناك أحسن يا أبو مفاك، والله إذا الكلاها قعدت هناك ألف. أنا الشمس هاي بعد نص ساعة بظل الشمس. مش ولا واحد هذا. أول رحت كل مظلة. اسمع. هاد. يلا أبو. أوكي. يلا يا أبو. مرحبا.